يختتم اليوم طلاب الشعبة العامة بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحاناتهم بأداء امتحاني الإحصاء والتربية الوطنية. من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة أنه تم تحديد هوية الطالب الذي قام بنشر جزء من امتحان الإحصاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نافيا حدوث أي تسريبات لامتحانات اليوم. هذا وكانت وزارة التربية والتعليم قد اعتمدت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة التفاضل والتكامل بالثانوية العامة بنسبة 79%. وينضم إلي مشاهدي الكرام من أمام إحدى اللجان مراسل أونلايف عمر نور الدين. عمر أهلا بك، تحياتي. يعني ما هي حالة الامتحانات في آخر الأيام حتى الآن؟ اهلا محمد، يعني اتواجد امام مدرسه عباس العقاد التجريبيه اللغات. يعني انتهى في 10:30 امتحان الاحصاء للشعبه العامه كما اسلفت محمد، ويبدو انه انتهى على ما يرام 1:30 مده هذا الامتحان. بعد ذلك في 11:00 تمام 11:00 بدا الامتحان الاخير، امتحان التربيه الوطنيه او القوميه، ولعله ينتهي في 12:00. يعني بشكل إجمالي محمد، دعني أضع النقاط الأساسية التي وصلت لها من خلال متابعتي لهذه السنة من الامتحانات. يبدو أن مسألة تفاوت الآراء بشأن الامتحان الواحد هذه السنة كانت أقل قليلا أو أقل كثيرا بسبب النظام المعمول به حديثا، وهو نظام البوكلت، والذي أكد فيه الوضع هذا النموذج أن رعوا نقطتين. النقطة الأولى هي أن 15% توزيع يعني درجة الأسئلة أو توزيع صعوبة الأسئلة ما بين 15% للمتفوقين و 20% من الأسئلة للطالب فوق المتوسط، وباقي الأسئلة وهي 65% هي للطالب المتوسط نزولا، وبالتالي نضمن هنا عدالة في توزيع الأسئلة وعدالة ما بعد ذلك في دخول الامتحانات. نقطة أخرى هي مسألة أن يعني الأسئلة التي لعلها تلغى بعد أن يحصل عليها شكاوى، فقط الأسئلة خارج المنهج هي المعرضة للإلغاء وتوزيع درجاتها على باقي الامتحان. أما الأسئلة التي يتم الشكوى منها لعدم قدرة الطالب على الإجابة عنها لكن هي داخل المنهج، فهي تقع حسب ما صرح المختصون والقائمون على وضع الامتحانات، هي تقع داخل نسبة 15% للمتفوقين، وبالتالي لا إلغاء لها، ولأنها أساسا موضوعة لأن تقوم بعملية الفرز بين الطلاب جميعا. بشكل عام مسألة أو نظام البوكلت ألغى أمرين، التسريب قضى عليه تماما، أما أو نقول تماما بمعنى أنه لا يؤثر على عملية الامتحان، لأن حتى السؤال المسرب سوف يكون سؤال من أحد النماذج الأربعة الموجودة في كل لجنة، وبالتالي أن تستطيع أن ويحصل بعد حتى بداية اللجنة، وبالتالي أن تستطيع أنت داخل اللجنة في نسبة يعني تقرب 100% لا يسمح بدخول الهواتف المحمولة إلا من استطاع أن يتهرب من ذلك، وإن استطاع أن يتهرب لا يستطيع أن يخرجه، وإلا سيتعرض للمساءلة طبعا، وبالتالي النسبة يعني ضئيلة وتبدو متناهية لمسألة الغش أو مسألة التسريب. لكن يبقى حالات التي سمعنا عنها هي بلجان محددة تم ضبطها داخل مدارس معينة، يبدو أن فيها يعني توائما ما لإحداث فوضى، لكن في النهاية السواد الأعظم أكثر من نصف مليون طالب تعرضوا لامتحانات هذه السنة، شعب ثلاث، مرت العملية بلا مشاكل أساسية تذكر يعني غير السنة الماضية. ولكن يبقى محمد دائما تطوير المحتوى هو المهم في هذه العملية في السنين القادمة. نعم طبعا طبعا، يعني هذا هو الأهم وهذا هو الغرض في تطوير العملية التعليمية. عمر نور الدين مراسل أون لايف من أمام لجنة مدرسة عباس العقاد، شكرا جزيلا لك.